Lifeless Productions. كوموندو يحكي ليها على ولدها خصك تسمع سمع 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 قصة طفل صغير داك اللي كبر في حجرة عاهرة أمه هي سبب وحيد عملت ليها البصيرة حملت بيم الشارع من كانت باقة قصيرة وفكر شاب تاين بطو عقليتها ولاتها في حيرة حيتها طريقة معفون ولداتها في وضعية قديرة واش سببها الفلوس خلاوها كلبة في الحظيرة والسوار الفقر عليها وحفاده ولات خسيرة الحب ولا الحبة ولا سببها غير الطيرة القهرة ولا الجوع ولا حيت كبرت فقيرة كتخرج للزرقة باش توكل ولد الزرقة ما كتمشي تخدم ولا تشقر شي حلقة كاش مشي تزها والفساد ولا لا في عرقة ولدتها يكبر قدام عينيها زادها مطرقة هي كتحضر وتخبي السير بحال شي حمقة حيت سولا صغير حقت له دراعه بمعلقة الأب من مختفون والأم بطالة ديال الحلقة مو عاهرة وإنسان غريب ولد العاهرة رضاع السمح ليه حياته حيرة شكون يكون طبيب ويا العاهرة حرام عليك وعيب مو عاهرة وإنسان غريب ولد العاهرة رضاع السمح ليه حياته حيرة شكون يكون طبيب ويا العاهرة حرام عليك وعيب داري بدا يكبر يعرف الخايب من المزيان بعينيه بدا تيميز من جهة نقص الحنان العلاقة الزوجية كتكون من ميزان راجل معولية هما سبب أي إنسان حيت هو إنسان في طرا ديالو حركة لسان طاقة بكلمة جمو حيت هي اللي عاش معاها قال ليها في نباه داخش بيها سمعها بغات تسدلو فمو حيت السر باقي معاها بداك يسرح ويغوط وهو فين غنلقاها جبتيني للدنيا تسببي لتبعت بلاها قوليلي شكون سبابك راني بغيت نعرفو واش تعدى عليك من اسمو قولي غير حرفو بقى لابسة سكاتش وحروف بداو يشرفو حيت الزنقة هوات والسر كلشي كيعرفو من عيونو نسفو من والديهم جاتو الخيرة حيت ولادهم في الزنقة سماوه بولد العاهرة مو عاهرة وإنسان غريب ولد العاهرة رضاع السمح ليه حياته حيرة شكون يكون طبيب ويا العاهرة حرام عليك وعيب مو عاهرة وإنسان غريب ولد العاهرة رضاع السمح ليه حياته حيرة شكون يكون طبيب ويا العاهرة حرام عليك وعيب ليه شد ليل في حياته عايش دليل وشي كيسبوا بيها شكون يكون خليل ولد العاهرة ولا اللقب ديالو سدوه الناس ما فهموش حالو ولا يضرب يديه ولا يكمي في السم حيت سم بنادم هو اخطر سم هو السبب الاول من اللي غايسكن في الحبس من اللي تسدو البواب وقلبو مبقاش كيحس ولا جرتومة ينعس مع الكلاب أم السخم بهدل وشكون سبب العذاب خراب ولا اغتصاب والواقع ماشي كذاب مو سد طريق هو سد طريق طريق وداه البحر لعلي يفاجئ ليه الضيق من اللي يزيد الحر صوت الموج هو الرفيق يمكن ما عنده زهر من الكابوس مبغاش يفيق تلع ما بين صخر ومن الهموم لا شلاق مو عاهرة وإنسان غريب ولد العاهرة رضاع السمح ليه حياته حيرة شكون يكون طبيب ويا العاهرة حرام عليك وعيب مو عاهرة وإنسان غريب ولد العاهرة رضاع السمح ليه حياته حيرة شكون يكون طبيب ويا العاهرة حرام عليك وعيب حرام عليك اللي ضاع انتحار وهي ضاعت كيفاش الواقع الحل كيفاش شي فجوة الحرام مش بسبب كلش الحرام مفهمناش يا باشا.